اكثر من مره نسال هذا السؤال. نعم. يعني يقول لك هذا المسدس هل ممكن للمواطن حمله لو فقط لموظف في دائره معينه؟ حاليا التعليمات لا تسمح للمواطن الا من يحصل على اجازه حمل او حيازه من السيد وزير الداخليه. طيب. باعتبار هذا التصريح عندما يعطى من وزير معني وهو المعني بذلك لانه الداخليه هي المعنيه، فبدل ما يروح يشتري من السوق سلاح غير معروف، ربما يكون مسروق، ربما يكون، وهذا ايضا خلينا يكون تشجيع للتجاره السلاح الغير مرخصه، ياتي الى مؤسسه معروفه وبهذا يصير لنا نمبر ويعرف لمن يباع، وهذا ايضا يعني حمايه وحصن السلاح بيد الدوله وحصان المستخدم.